السلام عليكم، كيوم عمر وارتي موقع ويا فان ميديا. نعم اذا ندي اجن الزياره غا الاخ عمر زاريوح، اجن الزياره الميدانيه اعجبنا الحاجه التاس، لان تغاث اجن الظلام دامس تغاث التاس المسلمين هي القوايو فيها ولا صغير في النفوس ويوفير بغيت غي عاونان ويوفير الحمد لله ابان تدخل قالبيا كيسير دامنا النبذان سواء دي الاعلام سواء دي المسائل المعنويه. الخو كان عمر زانوح ضيف الحلقه، هذا نغي اليوم اجن الكلمه، هذا نغدي يبدا زي بدو خل معاناه يسعدوا ذني تنتي عيش دام اجن عدد من سنه وغاس بوت فوت تكا مواتين من بغير الدم حروم زي حق الناس انت فوت نشين حتى نشين جمعيات كتا زي عشان الجمعيات كي سي الدم من اك عمر ومن ايام يوسف جيجن وقت يدي ذا نغي حلاج الحمد لله خوم غي عجبان والحاجة تاس انفاح الثمانية غي يهوتو نشكين الدوبل من يهدو الواح وخوم هذا سنو مجهج مكلمة من اخ عمر اللي ينام الكلمات. تفضل. السلام عليكم، عكيدة تسلم اسمي اسمي زري عمر زيد وارد فراست تشكا خصي عمر الورتي ويدي يوسين ديك الغايج للزيارة نهارا سمونا سباس من المشكلة غادي توغاد فوت نهارا غادي نشبه نسبة نشي في نهار القران تجيرتني يعذون كتاب جيرتني يعذون كتاب ما يمي توغاد تعيش غادي جن ترام يعني ترام ترامني يعني ذا القران جيرتني يعذون ويلاه الحمد ثوغا خفي ذات فوت يقيم مشان تفوت مرة طاوين يعجب اسم حال كذلك إن مزيانا إذا نتشكاخ الإخوان كذي ضمنا إخوان رؤساء الجمعيات الأعضاء الجمعيات كذلك منهم التصنت الجمعيات إكذي ضمنا أغلبية الجمعيات زي ويفاء الجمعية عودة بن سيدان مثال الإعلام كذلك تشكاخ ما جزيهم بخير سي عمر هذا المنوي يعني خوش لي عيش غالي تدا مو يعيش غالي خوش كي وزاني توالي ما لا معاناة تاع السعدون ديني وزاني كيش دامنا ديني وزاني كيش يعاونن من يدو في الطاس لمساعدة بذا شي عزمن يبريد غامانية غامانية شحيدا اثزوزي بطولا اكو بريد طول اكيد اكيد عما ستوخنش ما ستوخ ولا ديني ديدي خاربا نشوي وفيق بني خذ قوافين وثن عاش يبدي خربني يمكن شا عام تبقى كمرخ زي سنين مش يعني إمكانيات مادية وغاربو باش تسعدو ثمانية بطونة المثال على جيخ عاشيخ عامي توسي جدوسي عام مهم فمش جدوسي عام ولكن ويكيدي بالدنيا يعني زي الحرم زوارو يبدا يسقاقو كيدي الإدارات يعني السيد المحترم محمد الباشان نائب البرلماني اللي خدم النظار وحدس نتا وحدس ووفق حد المظلم مثال يعني مشو محمد الباشان ما ضافش على خدم البرلماني راس طيب راس طيب البرلماني دي يقلم النظار مش حد النداءات الكيف مش حد الاغاثه الكيف مثلا استغاثه يعني غير السياسه النخبه السياسيه غير المسؤولين مثلا المحليين السياسيين العمامي تبغى تعيش ولا وش تبغى يعني تاريخ اقليمي وتي تبغى شان مسالك واعرى مثلا زروخ بذران زروخ شان حاشيه وشو غالب امكانيات مين ديك اسلاف العالمين قد محمد وباشا الله يجازيه بخير تداخل ثلاثه الطاس تتخاس ان شاء الله كاين غي يقيم ديال المشوار السياسي مثال بالنسبه لش والطلب له ويتفك عليه الاعتزال ابدا غادي يقيم لي يقيم لي يعني ديك السياسه مثال على اساس انت يفهم المواطن يتعانى القاد واخا قاتل دانيتا ولكن وتحسن شاس المواطن يتعانى محمد باشا اللي وفي غار احمد انت اللي وفي غار حماس انت كاين روح العالم زوارو غير المدير الاقليمي الى اخره يقعد كيدي الله عن كاتريام كاتريام ايتاج بالاساسوار الى اخره يعني واش نش شوي قبل سنين سنين وش تحسي خص تعب تحسي ولكن انت واعي عقيد شا ويحيد شا
إيه قاعد كيليم إلى آخره. إيوا المهم اللي قاس الطلبة السيد المدير الإقليمي سي مناسبة تشكاخ عوض المدير الإقليمي المكتب الوطني للكهرباء تشكاخ طاس عوض كذلك السيد المدير الإقليمي يعني إقليم الناظور الله يجازيه بخير حتى هو يعني تفهم الوضعية ديالي واستقبلنا يعني مزيان وتعامل معنا ولكن بالفضل محمد باشر واخا أمل أول واخا نكمل ثاني تالي نكمل ثاني يوسف ديش السيد الله يسمح لي ولا الله يغفر لي الشيخ وشتغل هدفي لو تفوت السيد فوت مثال لي عرزقينو ولا بديك بدقي العراقيل كذلك وغاسي يجن الميس يجن الميس يتغالي تغليت المسؤولين مثال للسلطة تغليت فنسي خارقا تغطي قنداس مغاري المثل يقال مثال المظهر كيخدع نفيت غتوالا تعمل رجل أعمال إلى آخره تغير اسم من يقال تيذت نتمي تغير قوى جيبو تيذت بس المهم وخصوى المهم الله يسمح لي الله يسمح لي شميت غير عزوك فوتة السيغر ولا وقع نخدم نزاع المحكمة قد تكشغل الناس المحكمة غاس وسع النظر انت قد تكشغل الناس مش ينسى القانون النخ نتاقى مسكينة قيس سوروها يعني يتخارفوها شغلين المحكمة شو هو زعما خلاص دخله ودي قاعون السبب عاون القيم خوالو شان نوس ندو تشلون دام وعلى مزوار سبدنت نوس دو سنايين سبدنت ولو تغادي ملك العام تغا المكتب الوطني للكهرباء يقد دراسة تغا تفوت عدو ذي ملك العام واستدخولها تقام شن السنشين باك ساحبي إلى آخره تغا سبدن وخا ذي ملك العام تغا سبدن تشلون إذ وري يدقى شي كيس يكتاشر من النير يدقى زيستي شي كيغا المحكمة يدقى إلا أخي يقصخص يقصص جوا دا دراسة تقدم ملك العام واش ملك العام تلين سجوا يعني مواطن مثال خاص واش من نقاط جميل خاص من الدولة المهم تقمع فاي تلتمع الراث عاوذ نصاب مع الراث المهم أنا نميني وصافي يبقى مسجوز المكتوبة تلك هرباء قال لك يا سيدين يعني لا يوقفونا هذا المرة صافي عمرك ما تشوف الضوء صافي وبالفعل هذا الشيء اللي وقع هذا الشيء اللي وقع انا كنقصي عمر دي قوا هذا الشيء اللي وقع صافي عمرك ما تشوف الضوء اذا ماني غير خصو الضوء اخزا 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 ماني سلاف سلاف واحد مباشر اللي ماشي النفاق هو هذا قديتك من السواد صغار ذا واحد مباشر انا مش صغار ذا واحد مباشر وفي خلال ما مشيت تسلم يعني بعد ستي سمان استحشت بس وايني ولا أيني يقول لا رمس لي غاو ديما سيدي الحاج قشا ميدي وقعنا ميدي وقعنا ميدي وقعنا إني بسم الله ما لي خصني شاحة ناس قال غير المشكل ديال العمل لا قال ودي ديال اللي خذ مني غير خذ مني المشكل ديال العمل لا قال ماشي اللي نشد قال المحكمة اللي خشي الحاشرني قال سيدي القائد الله جزاه بخير القيادة ماشي كا كيف تدي الواجب ديالو والوعية ديالي وعية قانونية تيجي له التليفون تيقول له احبس داك الشيء ماشي معقول مو بالفعل البطلب ديالي ومشى معايا العمل الله يجازيه بخير وطلع معايا عاود ثاني دوزيام ولا تروازيام عند العمل ورحبوا بنا وتفهموا الوضعيه ديالي وعاود ثاني هو اللي دخل ليا تمايا ماشي على الوضعيه ديالي قانونيه راه ماشي دخل ليا زعما بشي حاجه ماشي قانونيه دابا راه الوضعيه ديالي قانونيه ملكيه ديالي وعندي رخصه اقليميه الى اخره الا كان يعني شي واحد مهم كان كيكذب على مسؤوليه تمايا حتى عاقوا به حتى عاقوا به لقاو يعني غير تيتفلى عليهم ايوا من تما جاب الله التيسير حدوا الموعد جاو البارح كملوا داك البوتون ديال الضوء وداروا كابلي وشعلات الضوء ولله الحمد الحمد لله رب العالمين عدا داك الضوء وعلى ذلك المساعدة ديال محمد بشر الفاضل ديال محمد بشر أنا كانت سدات الباب في وجهي حيت علاش حتى واحد اللي كان كيسمعني ولكن عاوتاني ما نكرش السلطة عاوتاني في الأول كان ما يعني ما فهموش يعني الوضعية ديالي ولكن في الأخر يعني تنشكر السيد القائد القيادة ديال بن شيكا الله يجازيه بخير من ديبار على حسب البحث ديالو راه عنده عوان السلطه الحمد لله دار البحث ديالو
وقايم بالواجب يعني قايم بالواجب بإمام على الكلمة يعني 100%، يعني قايم بالواجب. وعاودتني حتى بالنسبة للدائرة، حيت علاش راه المراحل يعني جات السلطة يعني بحثوا في الملف ديالي وعاود داروا البحث الثاني عاوتاني بالتدقيق مثلا في الملف ديالي، لقاو داك الشيء كل شيء يعني الوضعية ديالي قانونية، ولكن لا من جهة سميتو، لا من جهة الدائرة كذلك. كنشكر السيد رئيس الدائرة والنائب ديالو هما عاوتاني كل شيء ديالهم مشى يعني في الظرف وجيز، مثلا الشكاية ديالي كلها تحركات يعني في الظرف وجيز، ما بقاوش يعني غيديروا العراقيل ولا شي حاجة ولا الشكاية ديالي غير توصل ترجع إلى آخره، غادي حتى توصل العملة. وكنشكر عاوتاني السيد المدير ديالو، الله يجازيه بخير، الرجل بإمام على الكلمة. تنشكر السيد المدير الديوان، رايح هو حتى هو يعني كان الواجب ديالو وقايم الواجب ديالو من جهتي أنايا، الله يجازيه بخير تنشكرو. السيد العام كذلك، السيد العامي تنتمنى ليه يتمر معنا في هذا الإقليم الناضور. راه ملي تنحكي المشكل ديالي لشي واحد تيقول له ودي عندي تيقول له يا راني نوصل الخبر للعامل، راه ما يعيش موليه الحال أكثر من شخص ولا جوج ولا ثلاثة ولا عشرة الناس كاع اللي يسمع ليا تنقول له المشكل ديالي تيقول لي إلا وصل السيد العامل راه ما يعجبو الحال، راه العامل عنده نيشان. وبالفعل وديت الشكاية سيد العامل، درت ملتمس للسيد العامل وطلبت اللقاء ديالو، ملي وصلت طلبت اللقاء ديالو ولات المسطرة غادية في السكة الصحيحة. وبالفعل يعني حلوا لي المشكل ديالي. وتنشكر جميع السلطة المحلية، تنشكر أعوان السلطة الله يجازيهم بخير حتى هما تكلفوا معايا في هذا المشكل، ورجال القوة المساعدة كذلك تنحييهم، حيت ماشي مرة ولا جوج ولا ثلاثة تيجيو مساكين هنايا تيكرازو هنايا يعني نهار كامل. وسيد القائد المهم جميع السلطة المحلية منهم القيادة والعمالة الله يجازيهم بخير. وشكرا سيد عمر مرتضى.